عندنا تقريب شهر ونص. في آخر أسبوع شهر جوان، آخر مشاريع من الأخرى تاع شهر جوان، طلت علينا جريدة ولد القومي اللي راه في الحبس، بل حطاته في جبدات، يقول الخبر باللي السلطات الجزائرية طلبت من سفير الإمارات العربية أن يرحل في 48 ساعة، واعترضت معه 4 دبلوماسيين إماراتيين اكتشفت المخابرات الجزائرية أن هذه الشخصيات الدبلوماسية كانوا يشتغلوا لصالح الموساد الإسرائيلي، يعني المخابرات الإسرائيلية. نوط بون من فراشو طبعا 10 تاع الليل زاير، وزير الاتصال تنحى في ليلته، ولليوم ثم متعيش واحد اخر خليفه ديالو. هذا يدل على انه بلاد سايبه، ما عندهمش حاله. وبالنسبه لهم الاتصال وشنو؟ الصحافة تكون تحت السيطرة ديالهم بسهلة. هذا هو إحداث تعليل بون، يقولوا نحيو وزير الإعلام، هو ماهوش مسؤول على واش خرج في جريدة خاصة، الجريدة ما يتبع القطاع تاع وزير الإعلام، ولكن الخوف من الإمارات. وحاولت بني يرقع العفسة، والممشى روسيا شفنا كامل باللي كان أمين الإمارات رئيس الإمارات موجود، ما حبش تكلم مع تبون، ما حبش تكلم معه، عمرها ما سرات، عمرها ما صرات نو رئيس دولة أجنبية يرفض يتكلم أو يلتقي مع رئيس الجمهورية الجزائرية. عمرها ما صرات، أول مرة قال أنت رخيص ما هدرش معك. هذا قلت أنا خسر ما هدرش معك ويا تبون. حب يستغل وجوده في روسيا ووجود بوتين باش يقول له يا ولدي شوف ديروا لقاء ثلاثي بين الجزائر والإمارات وروسيا. الشيخ زيد قالونيات لا يا بوي، ما فيه لقاء معك، فضلوا اليد. نعم الشيخ زيد رفض اللقاء الثلاثي، لا حاول قاعد يتحرحف كيفاش. لأنه دولة الإمارات العربية ما عندهمش النفاق، كان النفاق يعني من سمات العرب، ولكن يبقى ديما عندهم الشهامة العربية، عند المشاهد دي شوفوا باللي تصرف تبون لازال تصرف واحد راعي، واحد عريان، واحد فوي. شوف يطيش علينا عندها تحبس، لأنه الخبر اللي خرج ضد السفير الإماراتي مثل شايدة اللي دبرون هم العسكر، وكما قلت أنه من المستحيلات السبعة أنه جريدة منبطحة كما أنها تنشر لك خبر اللي
يمس دولة صديقة، يعني لحد الآن دولة صديقة، ماشي جاهم منهم يتعامل مع المخابرات، جاهم المخابرات قال أوكي حطوا. بعد عنده يطلع له نحاول يتم باللي حبس، كان يعني حبس يعني لا، لأنه الحياة مدبرة من عند العسكر، كتير من العسكر من عند شنقريحة، شو شنقريحة خبيث كبير قدر ما يلعبها مع تبون زعما ناس ملاح معاه وكذا، يقول له قائد القوات المسلحة، قائد أعلى القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، شو يطلع قائد القوات يحطوا مرتبة وزير، يعني الوزير الأول راه خير منه، هو شاف عليه الغداد. العساكر وعلاش يحوسوا يفدوا ما بين الجزائر والإمارات بلا ما يهضروا لتبوك، وعلاش ماهوش حاطين تبون في الصورة كما في موضوع المغرب، تبون نهار اللي جانا وقال لا خاوتنا وبدا ومنا ومليه حتى قهوة شنقري حولي، أكيد عنده مشكل مع المغرب خلال عمه اللي عاش في المغرب 18 سنة تكلمنا عليه البارح، هو اللي قال المغرب هو عاديا مع الإمارات، وعلاش كيفاش اليوم جريدة الخبر خرجت بموضوع جد وخطير، هو جد وخطير، احنا في الصفحة الأولى أبو ظبي عاصمة الطخلات، هكذا أبو ظبي عاصمة الطخلات، مسؤولون إماراتيون زودوا المغرب بنظام التجسس على الجزائر، ضغوط إماراتية ضد موريتانيا لتطبيع مع الكيان الصهيوني، ابتزاز تونس بالأموال الإماراتية لقطع علاقاتها مع الجزائر، إحباط محاولة وإغراق الجزائر بحوالي مليوني قرص مهلوس عبر ليبيا. شيء خطير حبيبي، من ذلك الشيء شو راح تقطع العلاقات، دير اجتماع تاع مجلس على ونغلق العلاقات وغلق المجال الجوي، او سيدي شن عليك حرب هذا يا يعني. شن عليك حرب هذا، اي بوي شنو هاد الامارات عطا شمع قدام الجزائر ياك هكذا، بصح هذيك بطا شمع عندها قيمه كبيره وعاطيه لروحها قيمه وفارضه روحها في العالم، وعلاش؟ لانه الناس اللي يحكموا فيها ما همش عديان، ما همش اعداء شعبهم، ما همش اعداء بلادهم، ما يسرقوش خيرات بلادهم، لان البلاد بلادهم، بلاد بلادهم، ماشي كيما العراية اللي يحكموا في الجزائر، المرة ما يشعروا بان الجزائر بلادهم، يعرفوا هذيك يتغناو يخرطوا الوطنية وكذا يصيروا شامبيون، صح يهدموا في البلاد اللي ينهبوا فيها بلاد الحمام. دونك الشيء اللي خرج اليوم في المستقبل شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. يكفي انه يقول باللي الامارات مدوا وسائل تجسس للمغرب تجس على الجزائر،
يعني راهي في حالة حرب، يعني راهي في حالة حرب مع الجزائر. هذه الإمارات وحدهم دخلوا روحهم في حالة حرب مع الجزائر. هذه دونك في هذه الحالة يلزم الأقل يطلب استفسار، تبقى ساكت. وزير الخارجية اليوم راهو ساكت، خرج الموضوع ما قال والو. السفير الإماراتي في الجزائر يقول له واش الحكاية هذه؟ شو جاتنا معلومات؟ لأن المعلومات هذه نورمالمون قبل ما تنشر، شوفوا باش نعرفوا بلي كيفاش راه نخدم الناس، معلومات من هذه الخطورة قبل ما تنشر في الصحافة. المصدر شكونه؟ لأنه شو يقول لك؟ أنا أقول لك كلمة الخبر من مصادر موثوقة. شكون مصادر موثوقة؟ يرحم والد سيبها لي، يعني واحد خدام في شركة في سوناطرات، ولا واحد راهو يبيع كاوكاو، ولا يبيع شكارة على حليب. لا، شكون هذه المصادر الموثوقة؟ المصادر الموثوقة يعني إما راهو يخدم في وزارة الخارجية، إما يخدم في الرئاسة الجمهورية، إما يخدم في جهاز الأمن. هذا هو الصح، هذه المصادر الموثوقة. المصادر الموثوقة هذه قبل ما تمدها الجريدة تفتحها للسلطات العليا، باش السلطات العليا تاخذ إجراءات بعيدا عن الأضواء الإعلامية. هكذا الناس تصاب. قال لا، واش راهم يديروا؟ تقرير يمشي للرئاسة. قالوا واش راهم يديروا الإماراتيين؟ الرئيس يعيط لوزير الخارجية يقول له ابعث برسالة لوزير الخارجية الإماراتي وخبره عن هذا الموضوع، و عيط السفير الإماراتي في الجزائر نطلب منه استفسار. هذا لما نعطيك بالشيء الجزائري عشت في بداية التسعينات، 90 91، جهاز الأمن الجزائري قيادة ذاك الوقت كان الله يرحمه محمد بتشين رفع تقرير للشاذلي يقول له أنه المملكة العربية السعودية هاي واش راهي دير مع الفيس، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، راهم جابوا لهم اللازر. ذاك الوقت كانت حكاية اللازر هذا كان اللي يكتب الله في السماء، جابوا لهم اللازر. راهم استقبلوا علي بالحاج وعباسي مداني كي مشاو يحجوا، وداروهم في اي بي شخصيات مهمة. راهم يستقبلوا قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في السفارة السعودية. ما تكتبش هذه في الجرائد، ما تكتبش في الجرائد. شادلي قلت أنا من فرصة أنه غير جاء التقرير في هذه، كان ماشي لأديس أبابا باش يشارك في القمة الأفريقية، مر على السعودية، حط الطيارة في السعودية، تلقى الملك فهد. قال له واش كاين؟ قال له نستخدم، مانيش حاطها في جريدة والرئيس تاعك ما على بالوش والوزارة ما على بالوش. قال له واش كاين؟ واش يقول له الملك فهد؟ يقول له نبعث مدير المخابرات ديالو. بعث مدير المخابرات
يجي للجزائر ويلتقي مع مسؤولين الأمنيين ديالكم وتعطوا له التفاصيل وتعطوا له كذا و نحققوا في الموضوع. إذا السفير تاعنا عمل هذا الشيء وإذا كذا الناس تخدم الدول ما جايش خرج في جريدة قال السعودية داروا كذا والسعودية داروا كذا منا والرئيس ما على بالوش. شفتوا كيفاش تجي الخدمة يا ناس؟ بالفعل أيامات من بعد جاء مدير مخابرات المملكة العربية السعودية وصل في اليوم اللي كان بتشين يسلم في المهام لتوفيق. بتشين مغادر توفيق جاي وأنا شخصيا اللي يعني كلفت باستقبال فريق أول رتبته فريق أول مدير جهاز الأمن السعودي. كانوا معايا الحاج محمد طاهر عبد السلام وكولونيل الشريف ليتون كولونيل في زوج كانوا ديريتون كولونيل وأنا كنت نقيب. جلسيت وقعدنا معه ونظمنا له الأخر جلسة مع الأمن الداخلي وجلسة في الليل في جنة الميثاق مع العربي بالخير بس بون يوصلنا ليك المطار الدعوة مخلطة مع لابيري شامبا من جاي من رايع هتنجو تعيط العربي بالخير ودي هاي وش الحكاية لابيري شامبا مخبوع الماس جاي. المهم شوف كيفاش تتعامل مع دولة اللي تجي تخلط عندك بس نتكلموا عن التخلاط تجي تخلط عندك هاو كيفاش تتعامل ما تخش في جريدة وتحوس تحفر تحوس تقول كلام خطير شوف واش تجي الفعل. أقول لك إنه حملات الكراهية التي أخذت طابعاً رسمياً من نظام دولة الإمارات تجاوزت حدود العقل والمنطق. تجاوز وشراك ديال معها وقد تضرب عرض الحائط بمستوى العلاقات الرسمية بين البلدين من شدة وهول الأعمال العدائية الممارسة ضد الجزائر والتي يقودها مسؤولون إماراتيون زودوا المغرب بنظام متطور آخر معد للجوش الساعة الجزء. يعني شوف المغرب عندهم بيغاسوس يعني إسرائيليين وزاد أعطاهم إماراتيين وزاد أعطاهم الأمريكان ثم يا أولاد الحرام 35 مليار دولار صرفتوها من 2015 لليوم وما عندكم مش بس تجسوا على المغرب قاعدين تتفرجوا فيه. رديتوا الجزائر كي هذيك الهجالة اللي جارها منين داك تعدى عليها ويحقر فيها ويبتز فيها هكذا رديتو الجزائر ولا الجزائر هذاك اللي هجر هذيك اللي خايفه من تقلك مسالمه واحد صاحبي هذا قال لي مسالمه قلت له صح مسالمه ايه الجزائر خاطئه ما تحبش دير المشاكل. الجزائر كي كان الجزائر كان دوله كان مش لغمه مش يحبوا فيها عرايا كما تبون وشنقريح. نذكر في 72 بوتفليقة كان وزير خارجية كان وزير خارجية في قاعة الأطلس عمل اجتماع مع الطلبة نقاش كانت نقاشات حرة مع بومدين وفي هذه كان بوتفليقة جحته وعمل معهم نقاش قال كلمة مشهورة احنا كنا طالبة وذكرون قال كلمة مشهورة قال إذا ولا شيء يتم في المنطقة بدون رأي الجزائر
هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، ولا شيء يتم في الانتقال بدون رأي الجزائر. وإذا ما خبشناش إلى حد اليوم ما يعنيش ما عندناش فارتين. هذا كلام كان موجه للقذافي، حاب يعطي دروس في الثورة الشعب دار ثورة 7 سنين ونص حرر بها، وجاي القذافي كما قال بومدين اتكى على عجوز طيح وقال أنا دير الثورة. مش تعرف يعني باش الناس كاس تكلم في الجزائر، تردت الجزائر اليوم تاكل هاد الجار هذيك خايفة جارها كل يوم يطلس فيها، تقول لي راه عطاهم أجهزة متطورة للتجسس. واش راه همهم في القصدير مال تاع الرش مال القصدير هذاك شفتو بوريا، هما هما يتجسسوا عليكم وانتم واش راكم ديروا؟ يزيد يقول لك وفي هذا السياق كان مختبر ذو سيتيزن لاب التابع لجامعة تورنتو الكندية والمختص في الأمن الإلكتروني قد كشف شهر أفريل الماضي عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد طورته شركة كوداريم وتشغله الإمارات العربية المتحدة فوق أراضيها، موجهة لاختراق هواتف المسؤولين والصحفيين في 10 دول. كما قلوا تيغي باغ لي شوفو، هذه تاع حوس عليها شوف من كندا صاب باللي الإسرائيليين داروا جهاز برنامج متطور باعوا الإماراتيين، والإماراتيين يتجسوا يخترقوا في هواتف مسؤولين وصحفيين في 10 دول من صحافة بودور ما نظنش. ويعني منهم الجزائر ما دام 10 دول هذو تجس عليهم الجزائر. ويقول وتأتي ممارسة العداوة والكراهية التي يشنها مسؤول إماراتي ضد الجزائر في نفس التوقيت الذي تمارس فيه بلادهم ضغطا رهيبا على موريتانيا لأجل الالتحاق بقافلة المطبعين والاعتراف بإسرائيل. وهنا الخبر في فرقة اللي يملي وادي صبر، كانت جريدة يعني قمة هي والوطن يعني قمة في الاحترافية وفي ما تلعبش معها، اللي ملاوى عليه الموضوع إلى بارف واحد بعطاهول منشور على الأقل مدير النشر يقراه لرئيس التحرير. بس موريتانيا راهي طبعت مع إسرائيل قبل المغرب، طبعت مع إسرائيل في 2002 الله أعلم، الله أعلم 2002، وجمدت العلاقات تاعها مع إسرائيل في العدوان، جمدت ما قطعتش العلاقات، جمدت العلاقات في العدوان اللي تم على غزة في 2009. دعوة قديمة، دعوة قديمة بزاف بزاف. جايب قل لي سنفتك شوف باش نصيبوها هنا، المهم المهم معروف على انه موريتانيا ماهيش محتاجه الامارات باش تطبع، لا متبع من قبل، قلت مجمده كيما الجزائر مجمده علاقتها مع اسبانيا، ماهيش قاطعه العلاقات، العلاقات مجمده. انت ديجا باش هذا كده ما هو
يقول لك بيقاتل من الطبيعة والاعتراف بإسرائيل. حيث أن وزير الدفاع الموريتاني زار مؤخرا إسرائيل مرورا بإمارة دبي وأقام فيها لبعض الوقت. إيه نقول لك راه كاين علاقات بين إسرائيل وموريتانيا مطبعين. إسرائيل موريتانيا، وبالتالي من العادي أنه الوزير الموريتاني يمشي إسرائيل في جولة قائم بها في المنطقة. يعني هذا الوزير الموريتاني يرضع في صباعه كي يروح الإمارات تقول روح لإسرائيل يمشي، ما عندوش رئيس يشاوره، ما عندوش كذا، ما عندوش برنامج فارغ. هدايا هذا كلام فارغ، هذا لا يليق بصحافة محترمة، لا يليق بصحافة محترمة. ما تصحش انا تجي تمدح لي عامل يا سيدي، ما تجيش تقول لي راهم حابين يدفعوا اسرائيل باش دفع. قول لك حبس، انا كصحفي مطلع عليك انت، لانك انت يا مخابراتي خبرجي تاع 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 تحت لتحت نيفو يتكركر. زيد من بعد يقول لك تشير مصادرنا، شكون مصادركم؟ هي مخابرات معروفه ما جيتك من الحال. تشير مصادرنا الى ان المسؤولين الاماراتيين يريدون باي ثمن وباي طريقه فرض تواجد بلادهم في منطقه الساحل، سواء بالاموال الكبيره التي تتدفق في ليبيا التي لم تسلم هي الاخرى من الاستخبارات الاماراتيه. يا ولدي هما عندهم دراهم، ها من حقه يلعب دور المؤثر، من حقه، لأنه عنده دراهم، عنده شيعة، عنده كذا. ماشي كيما اليوم الجزائر بالكفوف تمشي، من ما الدور تاخذ كف، من ما الدور تاخذ كف بسبب شكون؟ بسبب هذه العصابة. لو كان الجزائر بلاهم ناس تحترمها، واللي ما يحترمهاش يخافها، واللي ما يخافهاش يهابها، وهي ماشي. كانت بقدرها الجزائر كانت تدخل. وشكون خلق مشكل الصحراء؟ الجزائر كانت تدخل. واليوم طاحت في يدينا الاخر العرايا، ولاو يلعبوا بالجزائر ويلعبوا بالمنطقه كامله ويمرمدوا في بالزواولة تاع الصحار. كي تشوف تقولي لها بالاموال دابا، وانت باش راك تعرف في البوليزارو يا اخي بالدراهم، وما صبتش قدرة الحليب انت. ورخينا هما شبعانين حليب وشبعانين كسرة، انت ماك شبعان، شعبك ما شبعان كسرة ما شبعان حليب. هذا هو المنطق. صار حلال على الاخر، حرام على الاخرين، حلال علي انا. ثاني يبقى لك غير الدور اللي في تندوف في الصحراء، وينقور واش من الصحراء بقي، يبقى لك والو، بقى لك والو. حتى ليبيا لم تسلم من ثم ليبيا جات تلعب ما استطعتو الميل في الاتراك وجبدتو، ما عندكمش وزن، وليبيا ما عطاكمش قيمه، وراحوا ليبيين في بعضهم يتشاوروا في المغرب. وانتم ما روحوا تشوفوا واش عرفتوا، انتم اللي جيران من الاولين. يقول لك سبب الاموال الكبيره التي تتفق في ليبيا التي لم تسلم هي الاخرى من الاستخبارات الاماراتيه، او عن طريق اغراق هذا البلد بما يزيد عن 2,450,000 قوس مهندس، حسبوهم بالحبايه، والتي يسيرها نجل اللواء خليفة حفتر ومحاولته الأخيرة التي باءت بالفشل على أيدي العيون الصاهرة على شريط حدودنا، إدخال 1,700,000 قرص مهلوس الجزائر. مساس لا فناغ، شكون راح يصدقك؟ شوف هذو جماعة المخابرات مروش راك تحب ديروا حاجة هاي ذات. شوفوا وسيلة إعلامية أجنبية كحولها مليح وما يقبلوا لكم،
اسكو دابور شي ما يصدقش كل ما يجي في الصحافه الجزائريه، ما يصدقش كل ما يجي في الصحافه الجزائريه. الشعب الجزائري لا يصدقه لانه يعرفوا بانه الكذب في الجزائر اسلوب حكم. Le mensonge est un système de gouvernance en Algérie puisque des menteurs sont à la tête de l'État. كذابين. اليوم برك واحد يقول لي هذوك اللي جابوهم تاع هاي تاع الأكاديمية تاع الشرشان يدوا في استعراضات، ما همش من الأكاديمية، مش من الأكاديمية، جابوهم الكوموندو، جابوا حاجات أخرى وحطهم وداروا بهم العرض من الاستعراض هذاك. مش تاع الأكاديمية، قال لك على الأكاديمية ما همش يكونوا في ناس كاملين نهار كامل وما يديروا في الحديد. هاد الناس تقرا ودير وبتاع، باش نهار كامل الناس تدير في الحديد باش يدير كمال الأجسام بينا. دونك قالك حبوا يغرقوا الجزائر، الإماراتيين حبوا يغرقوا الجزائر بمليون و 700 ألف قرص مهروس، وفق تقارير، كان تقارير، تقارير ترفعت للرئاسة ولا لا؟ ترفعت لقيادة أركان الجيش ولا لا؟ فإن الجارة الشرقية تونس هي الأخرى أدخلها المسؤولون الإماراتيون في دائرة التخلاط والابتزاز من خلال استغلال وضعها الاقتصادي الصعب الذي تحاول تخطيه بالحفاظ على سيادتها وكرم شعبها. واش مديتو لتونس؟ واش عطيتو لتونس؟ من مولك عطاها ربي. سمعت تونس راهي معنا في وحدة مغاربية، الاخر الاستثمار الجزائريه في تونس واستثمارات تونسيه في الجزائر، وما كان ذائقه ماليه ما كان والو. قال لك يحبوا يعطوهم الدراهم اذا تونس يعطوهم مساعدات ماليه، شريطه التطبيع مع اسرائيل وقطع علاقاتها مع الجزائر. لم فعلا من المفروض اذا كان هذه اهانه التبون الشنقريحة وكل حكومة كان هذه إهانة لهم من طرف جريدة اعتمدت على مصادر موثوقة اللي تبين لك باللي يعني الجزائر راهي تهاجم فيها الإمارات من طرف الدنيا ملي ويسمها تقطع مع العلاقة لا أكثر ولا أقل. ثم أقف النشطاء، أكد هؤلاء النشطاء أن الإمارات متورطة في قضايا جوسسة بعد ثبوت استيراد تقنيات جوسسة إسرائيلية لصالح سلطات إماراتية، كما اتهم الإعلام في تونس الإمارات بمحاولتها توجيه السياسة الداخلية والخارجية لبعض الدول من بينها تونس. والله كلام تاع رعيان تاع عرايا. هذا هاو المستوى اللي وصلنا له، حابين توقعوها ما بين الجزائر الإمارات، منكم محتاجين العدو إضافي، ما كفاكش العدو المغربي، حاب العدو إضافي، ما كفاكش رشاد والماك ما قضيتو معاهم والو، دونك رحتوا جايب الامارات. يا خويا اقطع العلاقات، اذا ما قطعتوش العلاقات يعني راك برخاص نسمم بالله. اللي شوف هكذا هذا شو اللي دار هذا الشيء كامل، وما تستدعي لا سفير ولا تبعث رساله احتجاج ولا تلقي كلمه وانت ساكت، وشنو هذا الرخص هذا يا سي؟ ارخص من هذا ما كانش، ارخص من هاك ما كانش. اذا ما كانش رد فعل من السلطات في 48 ساعة سنقرمو راهي اليوم، لا 48 ساعة يعني من جهة كاين تخلاط، كاين تخلاط، كاين تخلاط شمل الإمارات في بعضكم، في بعضكم الجيش مع تبون. يا أخي هاود في يديكم تبون، تبون في يديكم، تبون في يديكم.
هذه راهي الدعوة نايضة بيناتهم، كما راهي حبوا يستغلوا قضية المير تاع بيرين تاع ولاد الجلفة اللي على رأس عصابة مع أخوه جردان في بعضهم سراقين، حبوا يردوها السياسية ونهارها في كذا وراهي. ودرك نتكلموا عليه، نتكلموا عليه بعد الفصل. الله أكبر، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.